بسم الله قارن العلماء بين تبليغ الدين لغير المسلمين وبين تبليغ السهام للعدو في المعركه من هؤلاء غير المسلمين وقالوا ان تبليغ الدين اعظم لانه لا يقوم به لورثه الانبياء لكن تبليغ السهام للعدو يقوم به كثير ممن لا علم عنده لكن عنده قوه نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الدعوه الى سبيله